بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. الولاء والمادة، هذا هو السؤال. ولو كان شكسبير حيا لتغير سؤاله. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم والحلقة 697، لقاء الخميس من ملك وكتابة، يبدأه المهندس عدلي بداية فلسفية. خير. أشهر جملة في الأدب العالمي To be or not to be بتاع شكسبير، أكون أو لا أكون. أكون أو لا أكون، وبتيجي في سياقات سياسية ورياضية واجتماعية وفنية، في كل سياق. عندما يريد أحد أن يعني يصدر سؤالا هاما يستدعي هاملت، بيوصل في النهاية To be or not to be، أكون أو لا أكون. ولكن في هذا العصر الذي نعيشه يصبح السؤال، وخصوصا في دنيا الرياضة، الولاء أو المادة. أقول هذا الكلام بمناسبة قضايا التجنيس، وبنشوف ناس بتأجر البطولات، دول بتأجر البطولات من المواهب على مستوى العالم بتجنيسها، وبتنتزع ولائها لمواطنها. النهاردة خبر يزلزل كرة القدم على مستوى العالم، ميسي أصبح فري في هذه اللحظات. أوبا، حيث كلمته اصطدم، ما هو في هاشتاج دلوقتي كله بيستخدم، يعني أنت كلمته عايز ميسي. فأنت فري ترانسفير أهو، فأنت أنت بتهرب. أنا بهرب لأن ما أحبش أقول أسرار. ميسي اتفق مع برشلونة على كل شيء، ولكن الليجا كان له بعض الشروط المادية التي لا يتحملها الطرفين. فأصبح فري. مصيره إيه الله أعلم. إنما أنا بقول لك، وده اللي بيتقال، تخيل ميسي اللي بالنسبة للكتالونيين وعشاق البارسا على مستوى العالم يمثل المرادف لاسم البارسا. طبعا تقول البارسا، تقول ميسي، تقول ميسي، تقول البارسا. فالنهارده أسوأ كوابيس هؤلاء العشاق ان تخيلوا ان ميسي عايز يقعد والبارسا عايزاه يقعد ومش قادر يقعد. لعبت في دماغه انت العصر، آلية العصر يا استاذ ابراهيم، عشان ما تاخدش الناس بس في سكه هزار، لان الموضوع ده خطير والله. الخطوره فيه ايه؟ هو للدرجة دي المادة بتقضي على ما تبقى من القيم الإنسانية؟ انتوا مدركين حجم النجوم دول بيعملوا ايه في 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 عشاقهم وبلدانهم، مشاعر الجماهير، عشان في الآخر تبقى الولاء له علاقة بالعلاقة اللي هي كئيبة مع المادة. يعني الحقيقة احنا عايشين وقت صعب جدا.